فريق الرجاء البيضاوي وفريق اولمبي خرمجي غتكون مقابله يعني تكتيكيه. فريق الرجاء البيضاوي الى امكن الجمهور انه مثلا يتفهم شويه او واحد شويه يعني الانسان يتفهم غير شويه، نعطيو الفرصه لهذا المدرب اللي هو اللي جا في الاخر، يعني ما نحاولوش نزربو ثاني، لان دابا دخلنا لعصبه الابطال ما عندنا ما نديرو. المستوى ديال ذاك النهار كونتر ديك ليكيب ديال امازولو هذه كانت مقابله جيده، يعني ما كانوش اللاعبين يعني كانوا جيدين، غير هو كان شويه التسرع. انا كنطلب من المدرب او من الناس اللي هما اختصاصيين في الرجاء البيضاوي انهم يتابعوا هذه النقطه هذه، لان مهمه ان اللعابه ديال الرجاء ما يبقاوش يتسرعوا، سيرتو بالنسبه كنهضر بالنسبه للاعب اللي هو باقي صغير مذكور، يعني ما يعمرش راسو شي حاجه، يعني بقى مركز على عصبه الابطال على جمهور الرجاء البيضاوي لان كيبغيه هو اللي يوصلو ويفهم هذه النقطه هذه، لانه ما بقاش يتسرع. لاعب يتولي، انا ما عندي ما نقول، لاعب يتولي لاعب كبير، كيبقى لاعب كبير، كيبقاش يعني مفخر فريق الرجاء البيضاوي. فقدنا صراحه الحفيظي، نتمنوا بان المدرب حتى هو يفطن لهذه النقطه هذه، لان كاينين لعابه في الرجاء اللي في الاسبوار اللي يقدروا يعطيو اضافات، وما نخافوش على فريق الرجاء البيضاوي، فريق الرجاء البيضاوي كبير. مباراة الرجاء وخريبكا غتكون مباراة صعيبة، حيت فريق الرجاء البيضاوي الجمعة المقبل غيتلعب مباراة مع وفاق سطيف، ويمكنش يلعب باللعابة الرسميين، غيلعب بدوزيام ليكيب باش يخلي اللعابة المباراة ديال وفاق سطيف. وفريق الرجاء باقي ضعيف شوية، باقي ما كاينش الإمكانيات، باقي بعض اللاعبين بعض الغيابات، والمدرب شوية ناقص في التكتيك ديالو، والرباح راه شي كان بزز 1-0 راه تيبين لك المواجهه كانت صعيبه، وفريق الرجاء باقي ما جاش 100% للعصبه، وباقي ما شفنا لا المرابط لا عبد المنعم بوطويل، باقي اللعابه غيابات، تنشوفوا دوك اللعابه يدخلوا، نشوفوا امكانيات الرجاء، ولكن الرجاء راه خصها مدرب كبير. الرجاء شويه المدرب ما عطاش 100%، راه لعب واحد 7 ماتشات ولا 8، راه شي باقي ما كاينش هاك الرجاء اللي هي ديال بصح اللي مولف يتفرج في الرجاء زوينه. كنهني فريق الرجاء البيضاوي على الفوز ديالو بثلاث نقاط في دور المجموعات في مقابله يوم امس ضد زورو، والمقابله اللي فيها كلام كثير ما يتقال هو انه جوج ديال الميزات اللي كانوا في هذه المقابله ايجابيه، وهو الميزه الاولى 3 بوان، الميزه الثانيه وهو الاجانب اللي جاوا. اما الاختيارات ديال المدرب الله يهديه، لا خطه لا اختيارات. بالنسبه للمقابله ديال اولمبي خريبكا والرجاء، انا كيبان لي الى دخلوا مع هاد الانتقالات التشويره دخلوا اللاعبين اللي باقيين، يلاه كيجاو جداد مرابط وطويل والبهجه، معيه النص ديال الفرقه اللي غادي تلعب غدا، انا كنظن بانه فريق الرجاء غادي يحصل على 3 نقاط الى لعب بشكل جماعي وحيد عليه ديك الانانيه والفردانيه. وشكرا جزيلا خويا. مباراه الرجاء وخريبكا غيكون خير ان شاء الله، انا شن مع رجاء ومن الصغر فهمتيني، غيكون خير ان شاء الله. الرجاء ضروري شبيه لينا ان شاء الله، الرجاء ضروري شبيه لينا، حيت شي لعبوا شتي عطاونا واحد الانجازات زوينه في اعوام اللي فاتت، شوالي عطاونا اهداف زوينه وطلعوا الدرابو ديال المغرب. فيربوس غي تا هو مدرب زوين، شي درب دراري زوين، تنتمنى لهم خير والله يسهل عليهم المسيره.